تسارع سيارة كبير، وهذا يجعلك تكون الأول دائما عند كل إشارة مرور. سريعة وهادئة في تجوالها في المدينة، دانيال توماس يهتم بالسيارة الكهربائية. من يجلس في السيارة الكهربائية لأول مرة يتملكه شعور مختلف. قيادة هذه السيارة ممتعة جدا، فهي سريعة ورشيقة أيضا، وبشكل خاص هذه السيارة الصغيرة. وظيفة الطالب هي قيادة السيارات الكهربائية من ماركت سيتروين في برلين. إنه يحضرها من مواقف السيارات ويصلها بمحطات الشحن. عند وصل السيارة بمحطة الشحن يسألني الناس: هل هذه سيارة كهربائية؟ كيف تستخدمها؟ وما هي مدة شحنها؟ وكم المسافة التي تقطعها السيارة بشحنة واحدة؟ هناك محطة شحن. تقطع السيارة مسافة 150 كيلومترا، وقد تقل هذه المسافة عند تشغيل مكيف الهواء. المسافة القصيرة التي تقطعها السيارة هي أكبر مشكلة. هذه السيارة تحتاج إلى الشحن، وهذا هو عمل دانيال توماس. لم تعد البطارية تحتوي إلا على 30% من الطاقة. شحن بطارية السيارة بالكامل يستغرق ما بين 6 إلى 8 ساعات. مسافة قصيرة ومدة طويلة للشحن، رغم ذلك تعتبر هذه السيارة جذابة في المدينة. زبائن الشركة الفرنسية سيتروين يقودون السيارة بمعدل يصل إلى مسافة 5 كيلومترات. لدينا الآن 350 سيارة كهربائية، ثمن الواحدة منها 25,000 يورو. يضاف إلى ذلك تكاليف طاقم العمل الذي يشرف عليها، وكذلك الخدمات اللوجستية وأنظمة الملاحة وتكاليف أماكن ركن السيارات. كل هذه الخدمات ندفع ثمنها لإدارة المدينة، وهذه المبالغ تصل إلى عشرات الملايين. تأجير السيارات الكهربائية أكثر كلفة من سيارات البنزين العادية، وهذه هي أحد الأسباب التي تجعل الشركات الأخرى متحفظة حيال إدراج هذه السيارات ضمن لائحتها. شركة سيكست الألمانية الضخمة لتأجير السيارات تعمل مع شركة BMW، وهي تضم بين أسطولها المكون من 800 سيارة 40 سيارة كهربائية. لا يزال الوقت مبكرا للاعتماد على السيارات الكهربائية بشكل كامل، فلو فعلت ذلك لخسرت عددا كبيرا من الزبائن. يضاف إلى ذلك أن البنية التحتية في برلين ليست جاهزة لهذه الخطوة، إذ لا توجد محطات شحن كافية. في العام المقبل ستضم شركة مولتي سيتي 150 سيارة جديدة. المزيد من السيارات الكهربائية في المدينة يعني ضرورة تغيير السلوك في حركة المرور. فجأة ظهر أمامي سائق دراجة هوائية كان يعتقد أنه سيسمع صوت السيارة القادمة، إلا أنه لم يسمعها، فالسيارة الكهربائية لا تصدر صوتاً. لقد تفاديت في آخر لحظة وقوع الحادث، وهذا أمر يتكرر كثيراً، لذا يجب على أصحاب السيارات الكهربائية أخذ ذلك بعين الاعتبار. يبلغ سعر استئجار السيارة الكهربائية 28 سنتاً للدقيقة الواحدة. يجب أن تكون السيارة نظيفة، وهذه مهمة يقوم بها دانيال توماس، فهو يجلب السيارات للصيانة. هنا يتحقق من الإلكترونيات والبطارية التي تمثل أغلى قطعة في السيارة. سأرى ما إذا كان علي تفقد إحدى السيارات. دانيال توماس يبحث عن سيارة كهربائية تحتاج إلى شحن بالقرب من ورشة الصيانة.